لموضوع الطقس والجو واللي احنا عمالين بنشهده، مفروض ان حسب برضو المعلومات اللي عندنا انها في حالة الجو دي اللي احنا بنشوفها دلوقتي مستمرة لغاية كده ما بنقول النهاردة، مفروض في ارتفاع ومن بكرة بقى هيبقى في انخفاض 6 درجات في درجات الحرارة. ف يعني بنحاول نفهم بس الوضع هيبقى عامل ازاي، لان في مصر احنا بنتفاجئ، يعني احنا حتى لو في معلومه قبلها بس برضو الواحد دايما بيلاقي حاجات كده مفاجاه ظاهره مش عارفه ليه بصراحه. خلينا ناخد دكتور احمد عبد العال معانا على التليفون، رئيس هيئه الارصاد. دكتور احمد مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك. أهلا بحضرتك. وبعدين يا دكتور يعني اخرتها اللي بيحصل ده فينا، وبنصحى على جو وبننام على جو تاني، يعني خلينا نفهم من حضرتك الوضع الايام اللي جايه هيبقى ازاي. اتفضل. يعني زي ما انا قلت قبل كده، دي سمات فصل الربيع ان هو بيبقى فيه تغيرات سريعه وحاده وفي موجات حراريه واتربه، وده الطبيعي جدا بتاع فصل الربيع. فالارصاد قايله كويس جدا ان النهارده في ارتفاع، اقصى ارتفاع في درجات الحراره النهارده يحيث القاهره توصل ل 39 درجه، وده اللي حاصل فعلا. نشاط الرياح مثير المال والاتربه على السواحل الشماليه واللاجئ البحري والقاهره، وده حاصل. يعني بدات منذ ساعه انخفاض على السواحل الشماليه، الانخفاض ده هيتقدم بكره ان شاء الله الى الوجه البحري والقاهره والمدن القناه حتى شمال الصعيد، بيتراوح الانخفاض ده ما بين من 5 إلى 6 درجات، وبيصاحبه ايضا نشاط الرياح وفرص سقوط امطار، هي صحيح امطار خفيفه على السواحل الشماليه والوجه البحري وقد يصل الى القاهره. طيب يا رب خير، وهنرجع برضو متابعين مع حضرتك دكتور احمد عبد العال. نشكرك جدا يا فندم رئيس هيئه الارصاد.